ويستوقفوا الآية الكريمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحقيقة أهل اللغة يقولوا إن تعدوا نعم الله لا تحصوها، لأن إيه؟ النعمة مفرد فتجمع عشان تحصى. لكن اكتشفنا أن لفظ القرآن الدقيق أن النعمة الواحدة بداخلها نعم لا تحصى. شعرنا بقيمة النعمة الواحدة، مش عايز أقول البصر ولا السمع ولا الفؤاد ولا الصحة ولا كل ده، لا، كل نعمة من دول فيها نعم لا تحصى. والغريب أن من دقة لفظ القرآن أن يقول لا تحصوها مش لا تعدوها، لأن العدد يضاعف. وعلم الإحصاء لأهل علم الرياضيات والإحصاء يعلمون أن الإحصاء هي المادة الوحيدة اللي فيها حاجة اسمها لفظ ما لا نهاية. والواحد يعني اللي يقدر يقوله لكل اللي حواليه واللي محبينه بعد شكرهم، بالذات أستاذنا الدكتور إبراهيم كامل. دكتور إبراهيم كامل في أول مرة وفي تاني مرة كان معايا على طول، وكان ليه دايما بصماته، وهو على فكرة بيصلي لي كل يوم ركعتين ودي حاجة من الحاجات النادرة للدكتور إبراهيم يعني. وبرضه كان اللي هو مراد، كان حد من الناس اللي كان واقف معانا قوي قوي في المرحلة الأولانية. لكن المرحلة التانية تصور يا دكتور، التعب كان أكتر بكتير من المرحلة الأولانية، برغم أن حضرتك تقول المرحلة الأولانية كانت أخطر، لكن المرحلة التانية كان التعب أكتر، لا سيما المضاعفات اللي جت بعد كده نتيجة الحساسية ونتيجة الحاجات دي وبتاع. لكن كل ما أشعر إن المرحلة التانية دي فكرتنا بالنعم اللي احنا عايشين فيها، والرفاهة اللي الإنسان مش حاسس بيها، إنه بينزل ويمشي ويروح ويجي ويتنفس بسهولة، لا، لازم الناس تحس بالنعم دي. يعني عامله عشان أسجل شكري وتقديري واحترامي للمستشفى الجوي. ما زلت أذكر كل العاملين، تمريض، أجهزة معاونة، دكاترة، مساعدين. والله العظيم ما وجدت يعني في مستشفى بهذه الانضباط وبهذا السلوك أكتر من المستشفى الجوي. وأذكر الفريق يونس لما كان في المرة الأولانية هو قائد القوات الجوية، فوجئت أنه شرفني وجزرني. ايه الجمال وايه الادب وايه الاخلاق ده لمستوى يعني راجل قائد السلاح الجوي ساعتها، مستشفى الجويه احد العناصر الخدميه اللي تبعه. فوجئت انه جزرني، طبعا وزارني ناس كتير جدا جدا، لكن كان هذه الزياره كانت لها اثر ولها تاثير طيب على نفسي، وظلت علاقتي بسياده الفريق ممتده لحد دلوقتي. فوجئت ان سياده الفريق محمد عباس بعت لي بوكيه ورد وعلبة شوكولاتة وبعت. الحقيقة يعني أنا بشعر أن المستشفى الجوي التخصصي نموذج من النماذج المنضبطة الواعية الفاهمة التي تمارس الطب بعلاقات إنسانية وتمارس الطب بعلاقات مهارية، يعني شهد لها الخارج قبل أن يشهد لها الداخل. دكتور سليمان، تسمح لي في نهاية هذا اللقاء وأنا مستمتع جدا بالحوار معاك خارج نطاق المستشفى في شخصيات أنقذت حياتي، يعني إيه الرسالة اللي تحب تقدمها تقول فيها إيه والمين؟ طبعا بشكر ربنا جدا جدا إن عرفني بشخصية زي حضرتك.
ولان اتمتعنا بيها علما وفعلا ثقافه. انت سيادتك بس مش رجل اعمال، لا سيادتك انسان مثقف جدا جدا، واحنا عشنا معاك بالليل وشفناك وحضرناك وعرفنا، قارئ جيد جدا جدا جدا، فاحنا استفدنا من حضرتك كتير جدا جدا. واشكر سيادتك على الاستضافه الجميله اللي حضرتك استضفتني النهارده، وتحياتي لشخصكم الكريم. انا والله يا فندم اسجل شكري لحضرتك اولا ولاسرتك الكريمه الطيبه.